التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي على هامش القمة العربية. تناول اللقاء تطورات الأوضاع في اليمن والعلاقات الثنائية بين البلدين. أكد السيسي موقف مصر الداعم لليمن واستقراره ووحدة أراضيه، مشيرا إلى أهمية مواصلة المشاورات التي تتبناها الأمم المتحدة سعيا للتواصل إلى حل سلمي سياسي للأزمة اليمنية وفقا لمقررات الشرعية الدولية. من جانبه أكد الرئيس اليمني تقدير بلاده لمواقف مصر الداعمة لليمن ووقوفها إلى جانب الشرعية فيه.